مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. غنقدم لكم الاخبار من قناه زاكورا الفضائيه. فتات هو اللي تتعرفوا زاكورا بنا واحد القنطره زوينه فوق وادي زرعه، الله يحفظها من الحمله ديال الواد. وصافي، واخا عندنا سبيطار في زاكورا مازالين تيسبتوا الناس دوار زازات، حيت قال لك خاصنا التجهيز وخاصنا الاطور. المشكله صحاب وادي زازات ما حتى يقبضوا المرضى، تيقول لك سيروا راه عندكم سبيطار زاكورا، يا ودي غير داوي وراه الناس عاد التواحيزه. تيتش كومباني المانزا قال لك اسيدي لابغاو يتخلصو يقبضو داك شويه الفلوس، كي خصو يتسناو نهار كامل حيت كاين غير بيرو واحد في زاكوره كامله والناس كثيره. والناس فاك دزا سيدي على رقبتهم، قال لك الا بغاو يخلصو الضو والماء تلقاو البيرو مسدود، و الا ما خلصو في الوقت ديالهم حتى يتزاد عليهم الثمن في الفاتوره. مازلت الناس ديال زاكوره تيشريو الماء ديال الشريب حيت الماء تاع الروبيني كاع مالح وكاع ما كان، والناس تتعجب تتقول عليه الماء ديال الدلاح حتى كان الماء ديال الشريب ما كان. هادوك الزواور اللي تيكون بحذاهم الواد الحار تيتشكاو مساكن من قهراتهم الريحه والناموس، وما تلاو لقاو الماء باش يتوضاو وما يشربوا، وشي وحدين منهم تيفكروا يرحلوا الى ما لقاو الحل. في التعليم ديك النهارات كان صاد واحد المعلم بغى يحل القسم باش يدخل شويه هذا البرد، ويدخل عليه واحد الزحش حيت المدرسه ما داير بها الحيط. وفي الرياضه الوليدات ديال اتحاد زاكورا حمروا لنا الوجه في الكره، الله يرضي عليهم، ساكن واخا ما عندهم الامكانيات. الاخبار ديالنا سالات، الله يستر عليكم ويستر على كاع اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا.